السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة التربية الإسلامية. المجال الأول القرآن الكريم. درسنا لليوم حفظ سورة الشرح. هيا لنبدأ. أهداف الدرس: الهدف الأول أن يتلو سورة الشرح تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن يذكر معاني المفردات الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طلاب الأعزاء، نبدأ درسنا لليوم ولنكن على طهارة كاملة وفي مكان هادئ. نفتح الكتاب المدرسي على الصفحة 80 وأستمع للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعد أن انتهينا يا صغاري من الاستماع لقراءة الآيات، ننتبه لنطق بعض الكلمات بشكل صحيح. الكلمة الأولى كلمة وزرك، ننتبه للتشكيل، تحت حرف الواو يوجد لدينا كسرة. وزرك. الكلمة الثانية الذي أنقضى، الذي أنقضى. هل تعلمون يا صغاري أن قراءة القرآن تزيد الحسنات؟ وكل حرف نقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يضاعفها الله إلى 700 ضعف. فلنحرص دائما على قراءة القرآن بصوت جميل، ولنكن على طهارة وفي مكان نظيف، حتى يذكرنا الله عز وجل عند ملائكته في السماء، ويكتب الملك الموكل بكتابة الحسنات حسنات قراءتنا للقرآن. بعد أن عرفنا فضل قراءة القرآن يا صغاري، وتعرفنا سويا على نطق الكلمات، فلنسمع الآيات بأذن صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. من خلال ما تعلمنا يا صغاري في الصف الثاني، من منكم يذكر لي صيغة الشهادتين؟ من يعرفها يا أبطال؟ أحسنت، بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ففي الآية الكريمة ورفعنا لك ذكرك، أي جعل الله عز وجل اسم نبيه محمد مقرون مع اسم الله عز وجل. بعد أن انتهينا من الاستماع للآيات وتعرفنا على نطق الكلمات بشكل صحيح،
هيا لنردد الآيات خلف المعلم حتى نحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ الذي أنقض ظهرك؟ الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله. لنتعرف معا يا صغاري على معاني المفردات الملونة باللون الأحمر. الكلمة الأولى نشرح. معنى كلمة نشرح أي جعلنا صدرك مرتاحا. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ألم نشرح لك صدرك أي جعلنا صدرك مرتاحا. الكلمة الثانية ووضعنا. ووضعنا أي سهلنا عليك يا محمد. ووضعنا أي سهلنا عليك يا محمد. الكلمة الثالثة وزرك. وزرك أي أعباء النبوة. لنستذكر مرة ثانية نشرح أي جعلنا صدرك مرتاحا. ووضعنا أي سهلنا عليك. الكلمة الثالثة وزرك أي أعباء النبوة. من منكم يا أبطال يصل معي بين الكلمة ومعناها؟ هيا لنبدأ. أول كلمة نشرح. ما معنى كلمة نشرح؟ من يجيب؟ أحسنت أي جعلنا صدرك مرتاحا. بارك الله فيك. الكلمة الثانية ووضعنا. ما معنى كلمة ووضعنا؟ أحسنت أي سهلنا عليك. الكلمة الأخيرة ما معنى وزرك؟ ما معنى وزرك؟ بارك الله فيك. أعباء النبوة. أحسنتم يا طلابي. شكرا لانتباهكم، ولا تنسوا يا صغاري حفظ الصورة ومن ثم تسميعها للمعلمة. أراكم في درس قادم. مع السلامة.